الكرة قطعت عادت من جديد عند الدباغ، الدباغ لمسة عند اللاعب عمر صندوقة إلى اللاعب محمود بردة، ممتازة يا سلام يا لعيب، يا الله 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 الله، جول وركلة جزاء، ركلة جزاء للفدائي محمود يوسف خلف المدافعين يتحرك بشكل ممتاز. مهند فنون، التركيز يا مهند، مهند فنون، مهند فنون، جول الأول للفدائي عن طريق فنون، فنون يسجل الهدف الأول للمنتخب الفدائي الفلسطيني. يا لها ويا له من فدائي يظهر، وتأتي السجدة، وتأتي السجدة كشكر الله تعالى. الله على الفدائي، يبدأ بداية طيبة، يبدأ بداية ولا أروع، وفرحة كبيرة من الطاقم التدريبي، ثقتنا كبيرة في كل اللاعبين. ارسال كرة مقوسة، هذه محاولة خطيرة وهدف التعادل، هدف التعادل للمنتخب الطاجيكي. كما ذكرت الكرات الثابتة خطيرة للمنتخب الطاجيكي عن طريق اللاعب رقم 22 المدافع شاكالوف فرايدافز، ركلة ركنية، ارسال كرة خطيرة، جول جول يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله فعلها الفدائي للمرة الثانية. بل نزيد من الغلة في هذا اللقاء، لمسة تقدم للأمام، محاولة طاجيكية، الله على الكرة خطيرة، هذه كرة خطيرة، والحكم ماذا يشير؟ الحكم يعطي بطاقة صفراء بداعي التمثيل، الحكم يعطي البطاقة الصفراء بداعي التمثيل، أو ماذا يشير الحكم؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء لمنتخب طاجيكستان، ركلة جزاء لمنتخب طاجيكستان، هذا ما تحدثت عنه. نزيم أمام نعيم، نعيم ولكن نزيم يسجل هدف التعادل لمنتخب طاجيكستان. كما ذكرت وكما تحدث، بعض الهفوات تقضي على مجهود كبير لمعظم الفريق ولمعظم اللاعبين، ولكن ما زال بعض من الوقت، ما زال بعض من الوقت.